مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي قناة الوفد الإلكترونية وبوابة الوفد، معكم على الهواء مباشرة من على شواطئ الإسماعيلية محمد جمعة لقناة الوفد. يعني زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ما زال تزايد الاعداد على شواطئ الاسماعيليه. كلما طبعا يعني اقترب وقت الغروب تزاد الاهالي طبعا اللي هم من داخل المحافظه، لان زوار المحافظه بيبقى من الصبح حتى السادسه عصرا، لكن من بعد السادسة عصرا حتى الساعة 11 مساء بيكون أهالي الإسماعيلية بيجوا على الشواطئ. وزي ما أنتم شايفين يمكن تزايد أعداد كبيرة جدا هنا على شواطئ مدينة الإسماعيلية، وتحديدا في البحيرات المرة ومركز ومدينة فايد، وأيضا يعني على شواطئ الإسماعيلية شارع الكورنيش وشارع البلاجات. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، فعلا شواطئ الإسماعيلية أصبحت كاملة العدد. ننقل لكم هذا المشهد من طبعا عبر شاشات قناة الوفد الإلكترونية. تابعونا من خلال قناة الوفد على أهم الأخبار السياحية وأهم الحركات السياحية الوافدة إلى شواطئ الإسماعيلية. كنت معكم على الهواء مباشرة لقناة الوفد محمد جمعة، وانتشار طبعا هنا بائعي الفريسكا، وأيضا انتشار بائعي الحلوى هنا على شواطئ الإسماعيلية. مشاهدينا الكرام كنت معكم على الهواء مباشرة محمد جمعة من على شواطئ الإسماعيلية قناة الوفد.